بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من منشط القرموطي. النهاردة الحد 22 ذي الحجة 1439، 20 سبتمبر 2018، 27 مصري 1734. خليها تحمض، دي حملة الحقيقة انتشرت بصورة قوية جدا امبارح والنهاردة. دي حملة لمقاطعة الفاكهة بسبب الغلاء وجشع التجار. احنا قدر الامكان يعني قدر الامكان احنا يعني كنا عايزين نعمل تيشيرت وخليها تحمض والعمليه تبقى تمام والاخر، لكن دي ايه دي يا ريس؟ دي لازم تحمض. انتوا جايبين لي دبانه في البتاع اهو اهو، هات صباعي كده هتلاقي ال اهو اهو، شايفينها؟ شايفينها ولا ايه؟ اهي دي في جوه العنب اهو، دي جوه العنب. نمله مين يا ريس؟ لو نمله كان الواحد اهو 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 اهو، دي جوه العنب، يا ريتها نمله. ما علينا ما علينا، ده من الغاليه كمان، من العنب الغالي. العنب بكام يا ستي؟ جبتوه ب60، العنب المستورد ب60. ماشي، انت كتبت الورقه دي فين؟ العنب المستورد ب60، ما هو مش موجود الخبر. طيب ماشي، الخوخ ب40 جنيه، الخوخ اللي هو ده ب40 جنيه، المانجا ب30 اللي هي دي، ماشي، الكيوي ب50 اللي هو ده، ما تقرب يا عم، ب50، الجوافه ب20، العنب الاحمر اللي كان في دبانه ده ب60، ده ب60، ده ب60، العنب ب60، هات العنب، كمثرى ب15، ده كويس قوي الكمثرى ده، بنت حلال قوي. ليه دي؟ هي مالها مخشبه ليه كده؟ هي مالها عامله ليه كده؟ خشابي؟ ده حديدي مش خشابي. الكمثرى صعبة قوي. ما علينا. الموز بكام؟ هو انا معفن ليه كده؟ الموز ب18 جنيه الموز؟ طيب البلح، البلح ده ب12، والعنب اللي هو التعبان ده. طيب ماشي، ادي الجوافه وادي العنب وادي المانجا وادي الكيوي وادي الخوخ. في المقابل بقى، والتين بكام؟ التين ب15. طب ده التين ده حلو ب15، مع اني والله ممنوع من اكل التين وحياة ربنا، بس بشكل مغري. تمام. ايه بقى المعفنه دي؟ تمام. ده التفاح المصري اللي هو ده المستورد وده المصري، انتوا جايبينه معفن كده؟ احنا منزلين اصلي الكروب بتاع الاعداد. والبرقوق ده بكام؟ مش ده برقوق برضه ولا ايه؟ البرقوق ده بكام؟ ده حلوين يا قرب والله حكايه البرقوق دي، بس انا بقى اخد انا البرقوق على جنب عشان انا اقلق منه. ايوه حلوه البرقوق ده، بكام البرقوق؟ مش عارفين. طيب بصوا بقى، الحمله لازم ليها من قائد ولازم ليها من الحمله
لازم ليها من قائد في هذا الإطار. زملائي قعدوا ينخوروا كده زي ما نقول بالبلدي ولحد ما وصلوا الدكتور علي ناصف صاحب الحملة. وبنشكر الأول زميلنا محمد طه زميلنا العزيز في الفجر صحيفة الفجر، بنشكرك الصحيفة ولا البوابة؟ الموقع، موقع الفجر. الحقيقة من المواقع اللي خلينا يعني نشدد على احترامنا ليها، يعني المواقع الفجر والوطن من أهم موقعين الحقيقة بنتعامل معاهم، ويعني عندنا فيتو أيضا. أنا بتكلم على المتابعة حتى اليومية لشغلنا، بنحترم بنقدر جدا الفجر، نقدر جدا الوطن، نقدر جدا فيتو. بقى عندنا 24 موقع، 24 زميلنا محمود المملوك رئيس تحرير. عندنا الحقيقه يعني الواحد بس في بعض المواقع كده اللي هي بتتعامل يوميا، انا بقول بتتعامل يوم، باقي المواقع طبعا بتتعامل حسب الحاله والى اخره. مصراوي بنشكرهم، اليوم السابع، بوابه الاهرام، كل دول يعني. طيب الدكتور علي ناصف صاحب المبادره. يا دكتور صباح الفل. مساء الفل يا استاذ جابر، اهلا. اخبار حضرتك ايه؟ انا سعيد بتواجدي مع حضرتك جدا. انا بفتخر بيك دايما. ربنا يخليك يا دكتور. ده الله يكرمك يا فندم. شرف لينا، شرف لينا. الله يكرمك يا فندم. هي الفواكه حمدت ولا لا؟ ربنا يسهل ان شاء الله وتحمد. اتفضل يا فندم. هو الحمله شعارها خليها تحمد. ليه؟ ضد كل تاجر مستغل ومحتكر وفاسد. فاهم حضرتك؟ احنا لما تروح حضرتك سوق العبور او سوق الجمله، شوف اسعار الفاكهه هناك، هتلاقيها الربع تقريبا. الربع اللي توصل لنا. يعني هي مثلا لو ب 10 جنيه بتتباع هناك، توصل لنا هنا ب 30 مثلا. هو حضرتك مثل البسيط كده، العنب هناك ب 7 جنيه بتوصل لي لغايه البيت ب 20 جنيه. تمام. في كمان الجوافه، المفروض انها ما تزيدش عن 5 جنيه ابدا. دلوقتي ب 15. الموز نفس الحكايه برضك 30، واسعار غاليه. حضرتك بتقول الجوافه من 15 ل 25 النظيفه طبعا. العنب من 20 ل 25، المانجا من 20 ل 50. وفي سوق العبور حضرتك او سوق اي سوق جمله هتلاقيها الربع. فطبعا ديت فيها استغلال رهيب للمواطن. فالمبادره، انا مش مبادره ولا حاجه، انا كنت بديها حاجه بسيطه جدا، لقيت الناس كلها انفعلت جدا معاها، وكلها الناس متغاظه من الفكهانيه واسعارهم، وخصوصا كانت فتره العيد كانت رهيبه قوي. وكانت بدايه الحكايه عندي وانا قاعد في عيادتي. انا عارف حضرتك انا على المعاش وراجل كبير ومش صغير. لا اهلا بيك، اهلا بيك. فجالي عريس وعروسه بيشتكوا من تاخر الحمل يعني، فكتبت الروشته ووصفت لهم ايه، ان ياكلوا دايما فاكهه، لقيتهم بيضحكوا. تمام. ما عرفتش هم بيضحكوا ليه ساعتها. بعدها بشويه جات لي واحده مدام بتشتكي من فقر دم والتهاب بالاعصاب الطرفيه ووجود بالضغط. وده كله طبعا بسبب نقص الحديد والفيتامينات. تمام. كتبت لها العلاج برضك وقلت لها كتري بقى ايه من الفاكهه، تاكلي فاكهه كتير قبل الغداء وتعشي فاكهه بس. قالت لي يا دكتور عارف، لو عملت زي ما حضرتك بتقول هجيب للاولاد، طبعا مش هيبصوا لي، لازم اجيب لهم، مش هيقل ابدا عن 200 250 جنيه كل يوم. ساعتها بصيت لدفتر الروشتات ولقيت نفسي فعلا ساذج يعني. وكتبت كبسولات فيتامينات ب 30 جنيه تكفيها اسبوعين. وقلت ساعتها تسقط الفاكهه. تمام. ونزلت بقى حضرتك، ده كان اول مره انزل السوق واشوف الفاكهه، لقيتها سيئه جدا ونوعيه اصلا سيئه جدا. الحمله دي انت اطلقتها امتى يا دكتور؟ والله هي كانت بالصدفه كده يوم الاربعاء اللي فات. ولقت استجابه؟ انا بدات اتكلم يوم الاربعاء. لقت استجابه؟ لا ما شاء الله، استجابه من اول يعني من اول البحر الاحمر لغايه مطوع. يعني هو واضح، هو حضرتك وصلت لحضرتك اهو، فاكيد في استجابه. والناس بدات يعني، حتى التجار في قناه لسه قريب حالا، في قناه القاهره والناس، تمام، بيشتكوا من الركود. يعني فعلا عامل تجار فاكهه بيشتكوا من الركود.
طب في بعض الناس بيقولوا انه حرام الحملات اللي زي دي يتم دعمها، لانه في ناس ارزقيه يعني اللي لعان معاه عربيه وحاطط عليها مثلا كم. طب اقول لحضرتك، بص اقول لحضرتك، احنا قلنا المقاطعه هتبقى اسبوع، الاسبوع اللي بعدين ان شاء الله هنعمل حمله تانية اسمها من الغيط للبيت، من الغيط للبيت. يعني صاحب حمله قطع الفاكهه هيعمل حمله تانية اسمها من الغيط للبيت الاسبوع لو ان شاء الله، لو ما نزلتش، لو الاسعار ما نزلتش هنعمل من الغيط للبيت. طب انت متوقع الاسعار تنزل بقد ايه يا دكتور؟ ربنا سهل. والناس تبدا تفوق كده وتبقى يعني قلبها على قلب بعض. طيب يعني انا مش هيبقى كل واحد بقى بياكل في لا في انا معاك تماما، انا معاك تماما. طيب. فالمحامله الثانيه ان شاء الله هتبقى المبادره من الغيط للبيت دي، تمام، ديت هتبقى رائعه ان شاء الله، وهتبقى ممكن يعني ممكن تتنفس في كذا حاجه مش فاكرها بس. طيب الاستاذ حاتم نجيب نائب رئيس شعبه الخضروات والفاكهه في الغرف التجاريه، ده ايده بقى في الموضوع، زي ما حضرتك برضو ايدك في الموضوع طبيا، هو ايده في الموضوع سعريا بقى، ويبدو ان هو بيتكعبل في الفاكهه طول ما هو ماشي، لانه نائب رئيس الشعبه يعني. برحب بيك يا استاذ حاتم، ازي حضرتك؟ ازيك يا استاذ جابر؟ الله يخليك، كل سنه وحضرتك طيب، والساده المشاهدين بخير، ربنا يخليك. مساء الخير على ضيفك العزيز الدكتور، الراجل الطيب، الراجل المحترم اللي اوجد اليه محترمه كويس، شكل حضاري من المراقبه الشعبيه، شكل حس وطني عظيم جدا. جميل. هو قال المبادره الثانيه تبقى من الغيط للبيت، لا انا قلتها منذ سنوات يا دكتور، واناديت ان لابد ان يكون نقلل حلقات التواصل ما بين تجار الجمله اللي هو متمثلين في تجار العبور اللي هو احنا، لان احنا بنبيع المنتج لحساب الفلاح الزراعي، واحنا دورنا بينتهي داخل الاسواق، ولكن احنا قلنا ان اضطررنا ان احنا نخرج خارج الاسواق الجمله حتى نواجه بعض الجشع من بعض التجار، هم قله قليله. وانا بايد في كلام حضرتك اللي انت قلته ان الفاكهه دي شيء مهم، ولكن هل بالطريقه المبالغه او بالتفاوت الاسعار الكبير ده هو ده اللي قلقنا وهو ده اللي مزعلنا؟ صحيح. لان الاتهامات بتقع على عاتقنا، ودي الشماعه اللي بيعلقوا كل واحد فيها علينا الاخطاء دي، ولكن احنا بنقول، انا قلت ده عده مرات في عده برامج كتيره جدا، قلت احنا على استعداد من المعروض من الاسواق سواء اكتوبر او العبور المراقبين من الدوله واللي بيتم عليهم مراقبه ليلا ونهارا من قبل الدوله، احنا على استعداد ان احنا نوفر هذه المنتجات، لان هي من المعروض من داخل السوق للشباب، ان احنا نقضي على البطاله ونقلل حلقات التداول، وكمان نقضي على الاستغلال والاحتكار وارتفاع الاسعار. هذا الكلام قلته منذ سنوات يا دكتور، ولن يستجيب لي احد. طلبت من السيد وزير التنميه المحليه بإيجاد داخل المحافظات أماكن حتى يباع فيها الخضار والفاكهة زي ما تفضلت، أنا لسه قايلها من الغيط للبيت مع القاهرة والناس، أنا اللي كنت في القاهرة والناس يا فندم، وما زلت بأكد على كلامي، إحنا على استعداد لأي شيء يكون في مصلحة المواطن. إحنا بنعاني معاناة كبيرة جدا، لأن طبعا الاتهامات دي بتيجي لبعض تجار شرفاء، إحنا بنوجه رسالتنا للمجتمع من خلال قناة النهار والبرنامج المحترم وهذا المنبر الوطني، بنقول والله احنا ما عندناش مانع ان احنا نتواجد داخل المحافظات وداخل الاحياء وداخل المراكز وداخل القرى، بس هذه المنتجات تباع بسعر عادل للمواطن يا دكتور. يا استاذ جابر، انت اخي العزيز، طلبت عدة مرات من احد النواب ان هو يثير هذه القضية داخل مجلس النواب حتى يصدر لنا تشريعا يكون فيه مراقبة على الاسواق من خلال قانون، وفعلا طلع القانون، ولابد ان دلوقتي يكون على ارض الواقع، لان حماية للمستهلك وحماية للتاجر لابد ان يكون في آلية. واحنا في مافيا، في مافيا استاذ حاتم في السوق بتتحكم في المسألة دي. المافيا اللي انت بتتكلم عليها لا يوجد لدينا في الخضار والفاكهه مافيا، ولكن يوجد لدينا في الخضار والفاكهه زياده معروض وانخفاض في المعروض. الان احنا نعاني من انخفاض في المعروض، لماذا؟ عدم الارشاد الزراعي وعدم الثقافه الزراعيه. احنا يا استاذ جابر ليس لدينا بنك معلومات، قاعده بيانات حقيقيه من خلالها نتوصل المنتج ده السنه دي احنا زرعنا منه قد ايه؟ استهلكنا منه قد ايه؟ قاعده البيانات دي هي هتوفر علينا حاجات كتير جدا. وده ايه اللي منعها يا استاذ حاتم؟ ايه اللي منعها؟ ما هو ده مش يعني بلد بحجم مصر
واحنا بلد زراعي في الاساس، ما عندناش قاعده بيانات للمنتج. احنا ما ما احنا عندناش قاعده بيانات لحاجات كتير يعني. هي جت يا يا استاذ جاب يا استاذ جاب، انا باكد على كلام الدكتور ان من الغصن البيت دي احنا قلناها من سنوات وما زلنا بنسعى اليها، وما زلنا في تواصل مع كل الجهات المعنيه بحيث ان احنا فعلا نوجدها على ارض الواقع. طب الحل بدل ما الموز الكمتر من 20 ل 30 جنيه، والموز من 20 ل 30 جنيه، والبرقوق من 40 ل 60 جنيه، والتين من 15 ل 25، والبلح من 10 ل 20، والمانجا من 20 ل 50، والعنب من 20 ل 25. انا سمعت كلامك يا استاذ جابر، دعني امكن من الكلام. يا استاذ جابر انا سامع كلامك كويس جدا. اللي انا عايز اوضحه لحضرتك، الدكتور نفسه رد على حضرتك وقال لك الاسعار دي داخل سوق العبور بربع، ده فعلا بربع الثمن واقل من كده. بس احنا ما نقدرش نتهم حد، احنا بنقول احنا عشان خاطر ما نوجه رسالتنا لمين؟ للمواطن. تفضل علينا الشباب اللي من غير عمل، احنا قلنا وجودوا لنا منافذ، المعارض اللي كانت بتوفرها الدوله، الشركه القابضه للصناعات الغذائيه اللي هي ممثله داخل وزاره التموين ووزاره الغلابه، لماذا لن يضخ كميات كبيره جدا من الخضار والفاكهه داخل هذه المجمعات النيل والاهرام وجمعيه يعني الشرطه في توازن في الاسعار. يا استاذ حاتم، الشرطه دلوقتي عامله حمله كلنا واحد وبتشارك دلوقتي في المدارس وفي اللحوم. احنا انا فاهم في اللحوم وفي المنتجات المدرسيه وفي الادوات المدرسيه وفي المنتجات الخضر والفاكهه وفي مش عارف ايه. طب انا بدل ما اخلي الشرطه تهتم بمثل هذه الامور، ما هي يبقى عندها مجالها المهم جدا واللي عايز جهد فائق جدا من الاجهزه كلها، وفي نفس الوقت انت تتوفر ده. احنا ما عندناش ده، فعشان كده الشرطه بتتدخل والجيش بيتدخل. طب الحل يا فندم، لولا تدخل، لو يا استاذ جاف اتفضل، لولا تدخل القوات المسلحه ممثله في الخدمه الخدمه الوطنيه للقوات المسلحه، مشروع الخدمه الوطنيه، وايضا منافذ امان التابعه لوزاره الداخليه، وايضا بعض الجمعيات المحترمه اللي هي وطنيه ووفرت الخضار والفاكهه وجم بياخدوا من عندنا من داخل سوق العبور وبهوامش ربح بسيطه جدا. احنا قلنا الشباب بيجي ياخدوا ويتعمل. طب لولا تدخل كان ايه اللي حصل يا فندم؟ كانت اسعار خالص، احنا كنا ضعنا، كانت الاسعار ضاعت، ده احنا كنا ضعنا يا فندم. كانت اسعار بقت في سداح مداح اكتر من كده. لولا تدخل الدوله في من القوات المسلحه والوزاره الداخليه كنا ضعنا. يعني لولا تدخل الجيش والشرطه وبعض منظمات المجتمع المدني في ضبط الاسعار كنا ضعنا. يا معالي الباشا، زياده المعروض من الانتاج يا استاذ جابر، هل تسمعني انت دلوقتي؟ سامع يا استاذ جابر. سامع يا استاذ جابر، لابد يكون لدينا يا استاذ جابر رقم واحد ارشاد زراعي جيد عشان خاطر يبقى عندنا زياده وفره في الانتاج، رقم اثنين ثقافه زراعيه حتى الفلاح لما يزرع منتج، احنا بنزرع عشوائي، الفلاح النهارده ما عندوش ان هو حد بينبهه او يقول له انت النهارده الحبه فيه قد ايه بطاطس، فيه قد ايه بصل، فيه قد ايه طماطم. ما انت قلت قاعده معلومات وقاعده بيانات مش موجوده. قاعده بيانات، احنا ينقصنا قاعده البيانات وينقصنا ايضا لابد ان احنا بيبقى فيه عمل، زي ما احنا في اصلاح اقتصادي لابد يبقى فيه اصلاح مجتمعي، وده اللي بيقوم به المجتمع ممثل في مثل الاخ العزيز الدكتور الفاضل اللي عمل هذه المبادرة. طيب. انا سواء المبادرة يعني انا الموضوع مش موضوع المبادرة، الموضوع ان انا عايزين نحل المشكلة الكبيرة دي. نحلها، انا بقول لحضرتك بقى نحلها ازاي؟ قاعدة البيانات بس؟ قاعدة البيانات، اولا ثقافة زراعية، ثقافة زراعية، ثانيا عندنا لابد يكون ارشاد زراعي جيد، ثالثا الدولة تتدخل ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية حتى يبقى في توازن مع القطاع الخاص. طب على المستوى السريع يعني على النطاق السريع نعمل ايه بدل الاسعار؟ ما دلوقتي الناس مش هتاكل ده انا باكل دلوقتي عشان مش عارف اجيبها البيت، ده انا باكل ده انا هنتهز الفرصة وممكن اكل الفاكهة دي وانا مروح قبل ما اروح. هو استاذ جابر يا استاذ جابر، هو انت يعني هل تعلم ان احنا زي حضرتك بالظبط بنعاني من نفس المعاناة اللي انت بتعانيها وكل المواطن المصري بيعانيها؟ انت بتقول ده بيتكعبل في الفاكهه، صدقني يا استاذ جابر يمكن انا ما بدخلش الفاكهه لان انا اصلا ما ببيعش الفاكهه بالكيلو، احنا دورنا بينتهي داخل الاسواق، ولكن احنا بنقول ايه؟ بنقول لابد علينا دلوقتي نتحرك ازاي بالمنافذ اللي احنا قلنا عليها، بنوسع في المعارض. اولا كان معرض اهلا رمضان، لماذا رفعت هذه المعارض من داخل ارض المعارض ومن داخل الاماكن والاحياء الشعبيه والعشوائيه والمناطق والمدن الجديده؟
كانت كانت هذه المعارض عامله توازن داخل الاسواق، ولن يحتكر سلعه احد ولن يستغل احد احد. واحنا قلنا الدوله تضرب بيد من حديد على كل محتكر ومستغل، وكمان لابد ان يكون في اليه شفافيه حقيقيه على ارض الواقع من خلال الغرف التجاريه، لان اهل مكه ادرى بشعابها. طب امتى الاسعار، امتى توقعات حضرتك باعتبارك ان انت واحد من المعنيين بهذا الامر، امتى الاسعار تنخفض يا فندم؟ ان شاء الله احنا عندنا دلوقتي يعني يا فندم، احنا عندنا دلوقتي قله المعروض ليه؟ لان ده فاصل العروات، دي فاصل العروات يا استاذ جابر. انتهاء كل اصناف الفاكهه اللي حضرتك تفضلت وذكرتها وهي موجوده قدام حضرتك. معظم المانجا خلاص احنا كل سنه وانت طيب بتودع، شويه الجوافه قليلين، شويه يعني في قله معروض، ولكن هل قله المعروض دي تسبب هذه الاسعار؟ انا بقول لحضرتك هذا خطا كبير، احنا عندنا اسعار غير كده خالص داخل الاسواق الجمله، وهذا حرام. المواطن لابد عليه ان هو يتوفر له السلعه بشكل محترم، انا محسس يكون فوق تناول يديه. من كلامك يا استاذ حاتم ان احنا لو سيبنا كده هنبقى الاسعار الفاكهه والخضار تبقى زي سوريا والعراق، تبقى كارثه. لا معالي يا استاذ جابر، احنا عندنا مواسم لسه ان شاء الله باذن الله تشتغل، يعني عندنا خلاص بقى الموسم الصيفي خلاص كده قرب يودع، احنا داخلين على موسم الشتوي وفي انتاج هيشتغل ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله باذن الاسعار تبقى فيها نوع من انواع الثبات، حتى مش هنقول ان تنخفض لان احنا مش هنطلع نكذب. يعني في اسبوعين في نتوقع بعد اسبوعين مثلا ان الاسعار ان شاء الله، لان احنا عندنا رخود من بعد عيد الاضحى يا فندم، مش من ساعه المبادره دي بس او ساعه المقاطعه دي بس، لا ده في اصلا رقود داخل الاسواق من بعد عيد الاضحى. تمام. نتيجه احنا اولا حتى النمط الشرائي عند المواطن المصري اتغير. تمام استاذ جابر، اتفضل يا فندم. كنت عايز اسال سؤال بس. اتفضل يا دكتور علي، اتفضل اساله. بص حضرتك، انا طول عمري عايش بره، دايما كنت اشوف الفاكهه المصري والخضار المصري ارخص من اللي بيتباع هنا جوه مصر، رغم ان هو اللي بيتباع بره اللي جوه اللي بره في كل انحاء العالم. من في الخليج وفي اي حته اروح الفاكهه او الخضار بتاع المصري هلاقيها ارخص من اللي بتتباع هنا. طب ايه السبب؟ انا عاوز اسال ضيفنا العزيز وانا اشكره جدا على الرد. ايه السبب يا استاذ حاتم؟ يا دكتور انت قلت بتتباع في الخليج وفي دول من مصر. ايوه يا فندم، ازاي هم بتتباع ارخص من مصر واحنا بنصدر يعني في منتجات من اللي تفضل عليا الدكتور؟ ما ده اللي محيرني يا فندم، ما ده اللي محيرني جدا يا استاذ. يا دكتور الاستاذ جابر تفضل عليا واجاب اصناف كتيره جدا من خضار الفاكهه، كل معظم في بعض من الاصناف دي بتصدر من داخل مصر، ازاي بتتباع باسعار اقل من داخل مصر؟ يا استاذ يا دكتور انا باكد لحضرتك ان زياده المعروض هو انخفاض الاسعار، قله المعروض من الانتاج هو ارتفاع للاسعار. نحل المشكله دي ازاي؟ لابد الارشاد الزراعي، لابد الثقافه الزراعيه، لابد الضمير الانساني، زي ما في اصلاح اقتصادي اصلاح مجتمعي، مسؤوليه مجتمعيه. انت تفضلت بدات بهذه المسؤوليه، انا بقول لحضرتك يا دكتور بقالي 4 سنين او 3 سنين ونص تحديدا انا بهافي عشان نوسع المنافذ ويبقى فيه فعلا انخفاض في الاسعار ويبقى فيه فعلا زياده تنافسيه من غير ما نتهم حد ومن غير ما نستغل حد ومن غير نوجه اي حاجه. الكلام ده طبعا الكلام سعادتك رائع يا فندم، انا رقمي مع عندهم في البرنامج، تواصل معايا انا ايدي في ايدك، انا ما عنديش اي مانع. احنا معاك يا دكتور، واحنا معاك يا استاذ حاتم، واحنا معاكم يا استاذ جابر، ده يشرفنا. لا احنا معاكم طالما الصالح العام احنا معاكم، احنا ما عندناش اي مانع، واحنا على استعداد دائم ان احنا نكون في تواصل مع اي حد يرفع بعض المعاناه عن المواطن المصري. المواطن المصري بيعاني بحاجات كتيره جدا، المواطن المصري يستحق ان هو يعيش عيشه محترمه، ياكل اكل اعلى جوده، اعلى في الصلاحيه والجوده يكون اعلى. ربنا يسهل يا استاذ، المواطن المصري يعني لابد ان احنا نعتني بشويه. ربنا يسهل يا رب. بشكر الدكتور علي ناصب صاحب مبادرة خليها تحمض، طبعا بيتكلم عن غلاء الأسعار الفاحش في موضوع الفاكهة، والأستاذ حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرف التجارية. هو الحقيقة يعني أنا مش متضامن خالص مع الدكتور علي، يعني مش عارف عشان الواحد أصلا ما كانش بياكل بلح 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 بقالنا بقالي 5 شهور ما باكلش بلح، فأول مرة أكل بلح، بس حاجه محترمه جدا. ازاي البلح ده يحمض؟ يعني ليه يا دكتور علي نخليها تحمض ليه؟ وهناكل ايه ونروح فين وهنيجي منين؟ هات يا ريس كلنا واحد، في تقرير كلنا واحد كده للشرطه نشوفه ونرجع لحضرتك.
برعاية رئيس الجمهورية، وبعد أن لاقت مبادرة وزارة الداخلية كلنا واحد لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في السلاسل التجارية نجاحا كبيرا في التخفيف عن كاهل المواطنين، ينطلق قطار المبادرة لمرحلة جديدة مع اقتراب عام دراسي ليشمل توفير المستلزمات المدرسية في معارض أقامتها مديريات الأمن لهذا الغرض بمشاركة أصحاب المكتبات الكبرى ومنتجي ومصنعي الزي المدرسي. واحد من هذه المعارض هنا أقامت مديريات أمن القاهرة بمنطقة عابدين، وآخر بميدان الفردوس ضم المعرضان ما يحتاجه الطالب من مستلزمات مدرسية بسعر مخفض. في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتفعيل المبادرة كلنا واحد، وزارة الداخلية بتطلق هذه المبادرة لتخفيف الأعباء على كاهل المواطن المصري. بيتم افتتاح معرضين في القاهرة للأدوات المدرسية والخاصة بالطلبة في الفردوس والآخر بنادي شرطة عابدين، وجميع الأدوات المدرسية متاحة وموجودة في المعارض بأسمان منخفضة تصل من 30% إلى 50% عن مثيلتها خارج المعرض. معارض تأتي بتوجيه من رئيس الجمهورية لوزارة الداخلية، وفي ضوء نهجها الذي يهدف إلى تفعيل المبادرات الاجتماعية التي تخفف العبء عن كاهل المواطنين. لذلك ستستمر هذه المبادرة من اليوم ولمدة شهر حتى يستفيد من تخفيضاتها أكبر عدد من أولياء الأمور الذين أبدوا ارتياحا كبيرا وسعادة بهذه المبادرة، فالتخفيضات كبيرة وتستحق. في فرق طبعا، في فرق كل حاجة بسأل عليها، في فرق في الأسعار، يعني كشكول ده مثلا في فرق 5-6 جنيه، كشكول ده في فرق حوالي 6 جنيه، برضو الكشاكيل فيها فرق حوالي 22 جنيه في الدست، يعني بره ب 45، هو هنا بيتكلم في 22 جنيه. لما جيت طبعا لقيت أسعار مختلفة تماما عن الأسعار اللي بره، فربنا يكرمهم بصراحة. النهاردة الأسعار دي مخفضة جدا، بأسعار تخفض جملة الجملة كمان. بصراحة يعني أول مرة نشوف حاجة بالأسعار دي، والمنتجات الجميلة جدا. مقارنة بمثيلاتها في المكتبات الأخرى الأسعار هنا مخفضة، مع اختيار أماكن إقامة المعارض بعناية ليستفيد منها المستحق، وأصحاب مكتبات اختاروا المشاركة قبل البحث عن الربح، فالكل واحد كما الشعار. شاركنا في هذه المبادرة، عملنا معارضين مع مديرية أمن القاهرة في عابدين والفردوس، عملنا خصومات هائلة على الأدوات المدرسية من 30-50%، حطيناش هامش ربح خالص. يعني مثلا بات كشكول بيتباع بره ب 25 جنيه، احنا عاملين موصلين له 16 جنيه ونص، شنطة مدرسة ب 95 جنيه، و 120 جنيه بره عاملينها ب 50 جنيه، دستة قلم جاف ب 15 جنيه بره بنباعها ب 7 جنيه ونص. واكيد لو طبعا انا يعني برضو تشجيع للمجتمع المدني، اعتقد لو مبادره كلنا واحد راحت عامله لينك شويه مع صاحب المبادره الدكتور علي ناصف وكل من يهدف في الاساس الى انه المواطن يكون مرتاح نسبيا. يعني طبعا انا والتقرير معمول دلوقتي، زملائنا الاعزاء في الاستوديو بيقولوا طب هو الـ 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 الاماكن دي فين بالظبط عشان نروح. كلمه بالظبط دي انا ما اعرفش هي فين بالظبط يعني، لكن هو بيسال طب فين بالظبط، لان انا الاسعار اللي هو بيقول عليها دي اسعار مختلفه، انا نفسي اروح اجيب ده زملائي يعني. عموما دي المانجا اللي هي المانجا، احنا قلنا بكام جبتيها بكام؟ المانجا ب 30، وفي اسعار حسب انواعها، الفص والبتاع والهندي واللوندي والشخرمي، وفي موضوع مانجا جديد اسمه مانجا القرموطي هتلاقوه برضه في السوق دلوقتي شغال. يعني معنى والله الواحد ممنوع من المانجا. والله انا اول يوم النهارده يعني اخلف تعليمات الدكاتره. بس فعلا المانجا حلو. والله اتفضلوا معانا، اتفضلوا صحيح. حتى هي دي مبادره اسمها حتتك بتتك حبايب. والله ماشي، ناخد فاصل ان شاء الله باذن الله الاسعار تنخفض باذن الله، احنا مش عايزين الا كده والله. فاصل ونجح بقى.